السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بجميلات الأنيقات، إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن أحوالكم. فإذا كنتي مهتمة بموضوع الموضة، ما عليك إلا تنضمي لهذه القناة هكا باش تعرفي على آخر مكان في الموضة. فكما كتشوفوا معايا هنايا، معايا لي غوب اللي هما آخر مكان. شوفوا معايا الخدمة تاع هاد الغوب هادي. فهنا كيبقى عندنا نفس الموديل، فقط الاختلاف في اللون. شوفوا معي طريقة الخدمة ديال هادي، كيفاش مخدومة في الكميمات في صالة ديالها. وهنا موديل آخر بالنسبة للسيدات الأنيقات اللي كيكونوا مرتاحين في هاد اللباس هذا. شوفوا معي طريقة الخدمة تاهو كذلك كيفاش مخدوم. فانا على فيديو كيقربكم اكثر اللبسة كيفاش مخدومة وكيفاش كذلك ملبوسة. فكنتمنى على فيديو يعجبكم. فهنا كيبقى نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون. وهذا موديل اخر كما كتشوفوا معايا. شوفوا معايا هاد لاشوميز هادي كيفاش مخدومه كذلك. شوفوا معايا طريقه الخدمه ديالها. وهنا كيبقى في الاختلاف فقط في اللون بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاسود. هذا موديل اخر اللي هو مختلف على الموديل اللي شفناه من قبل. هذا جاي بالتنوره. شوفوا معايا الخدمه ديالها كذلك كيفاش مخدومه. وهذه لا شوميز. شوفوا معايا اللبسه هذه معاياش لبساتها وكيفاش مخدومه كذلك حتى هي واللوينات اللي فيها. فكنتمنى تكملوا لا فيديو حتى الاخر هكا باش تعرفوا على الجديد اللي كاين في اللباس العصري بالنسبه للسيدات المحجبات وكذلك غير المحجبات. فإلى عجبكم لا فيديو ما تنساوش تضغطوا على زر اعجاب.